سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله وانتم كتشاهدوا هذه القناه. اليوم مع فيديو جديد، موضوع مهم بزاف. اكيد انني كنقلب وكنبحث وكنحاول ما في جهدي باش نجيب لكم كل الاشياء اللي ممكن تساعدكم، وكذلك مجموعه من النصائح باش هكا تعليو من فرص حدوث الحمل. فإلا عجبكم المحتوى ديال القناة وكنتي أول مرة كتشوفيها، ما تردديش وتشتركي بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو، صابوني سبسكرايب أو اشتراك، وفعلي كذلك خاصية الجرس. أكيد أن إلا عندك تأخر في الإنجاب غادي تستفدي من مجموعة من المواضيع كنقدمها في هذه القناة. وكذلك حاولوا توصلوا لي هذا الفيديو الأكبر عدد من اللايكات، ومشكورين على ذلك. كيف ما كنعرفوا بان اي سيده كتنتظر تكون ام وكتاخذ قرار الانجاب، يعني كتقول بانني صافي قررت انني نكون ام، كيكون اخر حاجه ترغب فيها هو الانتظار. وبالطبع فرص الحمل والانجاب كلها بيد الله، ولكن بامكانك اتباع بعض النصائح ديال الامهات المجربه لزياده فرصتك في الحمل. واكيد كذلك ان مجموعه من السيدات كيتوجهوا للاطباء وكيحاولوا يبحثوا على الاسباب، وكذلك كيحاولوا باش هكا الطبيب يكون لهم يعني ونيس ويكون لهم رفيق في الدرب ديالهم وفي مسيره البحث عن الحمل، ويقدر ما يعطيهمش مجموعه من النصائح اللي ممكن تفيدهم في هاد المسيره ديال البحث عن الحمل. يعني الطبيب ماشي كافي باش هكا يعطيك النصائح ويعطيك مجموعه من الاشياء. كاين اطباء كيكتفيوا بمجرد انهم كيكتبوا الادويه وكيعطيو وصفات طبيه، وما كيعطيوش نصائح اللي هما مهمين واللي غيساعدوا ديك السيده باش هكا يعني تكون عندها واحد الامل وواحد يعني طاقه ايجابيه، وتحيد داك الفكره ديال ان تاخر الحمل عندها غيبقى ديما. فهنا في هذه القناه انا كنحاول نعطيكم الامل، وكنحاول نزرع فيكم واحد يعني واحد طاقه واحد الروح ايجابيه باش هكا تقدوا تكملوا. وان شاء الله بزاف ديال السيدات كيكونوا حوامل، حيت تقدر تكون غير النفسيه تلعب دور في هذه المساله هذه، وتقدر النفسيه تاخر لكم الحمل ديالكم. فضروري خاصكم تحاولوا تريحوا البال ديالكم وتحاولوا تتبعوا النصائح باش هكا يكون عندكم ان شاء الله الحمل السريع باذن الله. اول نصيحه وهي توقفي عن وسائل منع الحمل لمده كافيه. مجرد ما يعني ما تمتنعي عن استخدام وسيله الحمل، الجسم ديالك ممكن ياخذ واحد الوقت باش هكا يرجع للطبيعه ديالو وتنتظم عندك الدوره الشهريه، وبالتالي تقدري تحسبي موعد التبويض بكل دقه. حيت ملي كتنتظم الدوره كتقدري تحسبي يعني الطول ديالها، وبالتالي غادي يسهل عليك تحسبي ايام الاباضه ايام او ايام الخصوبه بكل سهوله. ثاني نصيحه اللي نقد نعطيك وهي حافظي على الوزن المثالي ويكون قريب من الوزن الطبيعي. حيث اي زياده في الوزن، يعني اي زياده او اي نقصان في الوزن اقل من الطبيعي او اكثر من الطبيعي، هاد الشيء غادي ياثر على الخصوبه ديالك، وبالتالي غادي يخلق لك مشكل في الهرمونات، ويقدر يدير لك هاد الشيء مشكل يعني في الحمل ديالك المستقبلي، يعني يقدر يسبب لا قدر الله في اجهاض. وهاد الشيء حنا خاصنا نجتنبوه ونبتعدوا عليه، يعني ما خاصناش ناكلوا الفاست فود او الوجبات السريعه، كذلك المياه الغازيه، وتبعي كذلك نظام غذائي وصحي ومارسي الرياضه. ثالث نصيحه اللي نقد نعطيك وهي راقبي طول الدوره الشهريه بكل انتظام. يعني حاولي تقيدي جميع التواريخ ديال الدورات ديالك الشهريه في واحد الكتاب او في واحد اليوميه، باش هكا تعرفي وقتاش جاتك الدوره وقتاش تقدر تجيك المره المقبله، وباش هكا تعرفي الطول ديالها واش هي طبيعيه منتظمه او لا غير منتظمه. وكذلك ضروري تكون علاقة قبل يوم التبويض بوقت كافي، حيث الحيوانات المنوية كتبقى في الرحم لمدة من يومين حتى 3 أيام،
وممكن تبقى حتى الخمسة أيام إذا كانت الظروف ملائمة وطبيعة يعني المهبل يعني الطبيعة ديالو ماشي حامضية، الطبيعة ديالو يعني ما فيهش بكتيريا، ممكن تبقى هاد الحيوانات المنوية لمدة أطول. ولكن خاصك تعرفي بأن البويضة كتبقى فقط من 12 حتى 24 ساعة، داكشي باش العلاقة إلا كانت قبل موعد التبويض يعني قبل يوم التبويض غادي تعلي من فرص تلقيح البويضة فور إطلاقها من الأنابيب. رابع حاجة وهي حاولي تخلي بالك مرتاح وما تشغليش بالك بالخرافات على العلاقة الحميمية باش هكا تزيدي من فرص الحمل. مثل يعني بعض السيدات كيركزوا على وضع الاستلقاء على الظهر أثناء العلاقة وكيقولوا هو أفضل وضع لحدوث الحمل. خاصك تعرفي بأنه دراسة ما تثبتت أن ثمة علاقة حميمية أفضل من الأخرى في زيادة فرص الحمل، ولكن ممكن تجنبي بعض الأوضاع المعاكسة للجاذبية مثل وضع الجلوس أو الوقوف باش هكا يعني تعلي من فرص حدوث الحمل، وباش كذلك الحيوانات المنوية ما يصعبش عليها الوصول للأعلى يعني باش هكا يوصلوا بشكل سريع. كذلك بعض الدراسات ثبتت بأن الحيوانات المنوية كتكون أكثر نشاط وحركة وكتزيد في العدد في الصباح الباكر، فركزي على العلاقة في الصباح الباكر. وكذلك كاين خرافة أخرى هي البقاء على الظهر أكثر من ساعة مستلقية، هذا الاعتقاد خاطئ، ممكن تبقي مستلقية فقط لمدة 15 دقيقة، من بعد ممكن تمارسي حياتك بشكل عادي وطبيعي. خامس حاجة وهي الامتناع عن التدخين يعني والمشروبات الكحولية. الدراسة ثبتت بأن التدخين كيقلل من فرص حدوث الحمل، وملي كنهضروا على التدخين كنهضروا على على التدخين السلبي، يعني واخا ما تكونيش مدخنة فأي واحد حداك كيدخن فحاولي تبتعدي عليه باش هكا ما يكونش عندك واحد التدخين سلبي، وبالتالي يعني داك الدخان ديال السيجارة باش هكا ما يدخلكش للذات ديالك والرئة ديالك، وبالتالي ما يقللش من الخصوبة ديالك. وهذا الامر هذا راه كنهضروا حتى على الزوج، لان الزوج المدخن كيكون عنده ضعف في الحيوانات المنويه وكتكون ذات جوده سيئه. سادس نصيحه وهي عرفي وقتاش تجربي اختبار الحمل. خاصك عده ايام من بعد ما تاخر عندك الدوره الشهريه عاد ديري الاختبار ديال الحمل المنزلي باش هكا تاكدي من انتاج الجسم ديالك للهرمون الكافي يعني هرمون الحمل، وباش هكا تبان النتيجة واضحة وباش ما تعرضيش لحالة الإحباط ويعني وتقدري تكوني حامل في الأصل. سابع نصيحة وهي نصحي الزوج ديالك باش يبتعد فورا على هاد العادات السيئة اللي غادي نقول لك دابا. نصحيه بعدم ارتداء السراويل الداخلية الضيقة، وكذلك ما يبقاش لأطول فترة ممكنة في الصونة أو الجاكوزي، حيث هذا الشيء غادي يقلل من عدد الحيوانات المنوية وغادي يأثر على الخصوبة وغادي يقلل العدد ديالهم يعني عدد الحيوانات المنوية. ثامن نصيحة وهي ديما ابتعدي على مسببات التوتر العصبي. أي حاجة غادي توتر لك الأعصاب ديالك حاولي تبعدي منها. خاصك تعرفي بأن التوتر كيأثر على التبويض، داكشي باش حاولي تسترخاي وما تقلقيش، وخصوصا ما تفكريش في موضوع تأخرك في الحمل، حيت هاد الشيء غادي غير يأخر لك الحمل وغادي يعني يزيد يعني الأوضاع تولي أسوأ بكثير. وكذلك مارسي رياضة اليوغا حيت هاد الرياضة كتساهم في القضاء على التوتر. تاسع نصيحة وهي ما تأخريش قرار الإنجاب. خاصك تعرفي بأن المرأة في العشرينات كتزيد الخصوبة ديالها وخا كتبقى قادرة على الإنجاب حتى الـ40، ولكن كل ما اتخذت قرار الإنجاب في عمر مبكر غادي يكون قدامك فرصة كبيرة للحمل والولادة بشكل طبيعي. عاشر نصيحة وهي تابعي حملك مع الطبيب. الأطباء عادة كينصحوا بتناول الفوليك أسيد قبل اتخاذ قرار الحمل، حيث كيجنب الطفل ديالك الكثير من التشوهات. وكذلك كننصحك بزيارة الطبيب إلى استمرت المحاولة ديال الحمل أكثر من سنة،
بدون جدوى، وإذا كان العمر ديالك فوق 35 سنة فمن الأفضل عدم الانتظار وإجراء الفحوصات اللازمة في أقرب وقت ممكن. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، إلى عجبكم حاولوا تخليوا لي لايك وكذلك تعليق أسفل الفيديو. إلى اللقاء مع فيديو مقبل إن شاء الله.